اخوان ما يخفى عليكم احنا حزب سياسي عندنا ثوابت، وننطلق من مبادئ عروبيه، وننطلق من مبادئ عراقيه، وننطلق من مبادئ ثابته، وننطلق من الدستور العراقي، ونحترم الدستور ونحترم مكونات الشعب كافه. انا شخصيا وكل قيادات الحزب مواقفنا معلنه دائما برفضنا للاحتلال الصهيوني والكيان الصهيوني، ومو وليده اللحظه. في كل لقاءاتي وفي كل حديثي في عملي رئيس مجلس النواب سواء على المحافل المحليه او المحافل العربيه والاقليميه، رفضت وارفض ان يطلق عليهم مسمى دوله. ارفض ان يطلق عليهم مسمى دوله لان احنا ما معترفين بهم اصلا كدوله. كيان غاصب محتل وتسميته واضحه، والمواقف الاعلاميه انتم مطلعين عليها في قنواتكم ايضا وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وايضا قيادات الحزب معي لديها نفس الموقف الثابت، وصرحت في احد اللقاءات قلت بالعراق اكو تيارين، تيار قومي وتيار اسلامي، قد نختلف في بعض المفاصل السياسيه ولكن جميعنا متفقين انه لا سلام مع الكيان الغاصب، ولن يمد العراقيين بكل مكوناتهم يدهم لهذا الكيان الغاصب المحتل، وهذه ثوابت لدى الشعب العراقي، ومو حديث اعلامي الان، ولكن هذا موقف ومبدا ثابت كررناه مرارا وتكرارا.